كوم الدكة كمنطقة قديمة جدا بدأت بداية إنشائها. أولا أن لازم نعرف جت منين كلمة كوم الدكة. في المنطقة العالية اللي هي ناحية الاستاد دي اللي هي فيها خزانات المية حاليا وفيها مقر لشركة المية اسكندرية، المنطقة دي عالية جدا شبه الكوم، وكان مدفون فيها 10 عساكر إجريك أو يونانيين من أيام الحرب العالمية الأولى، فكان مزار بالنسبة للناس الأجانب اللي هم الإجريك وكده. وكلمة 10 أو الرقم 10 بالإجريكي اسمه ذكا، أو يعني بيتقال عليه مجازا ذكا، هي بتعطيش الذال كده ذكا، فكانوا مسمينه كوم العشرة، وبترجمته بقى اسمه كوم ذكا اللي بقت كوم الدكة، فبقت هي دي الكلمة المتداولة، يعني ما لهاش أي علاقة بكلمة دكة اللي هي الدكة المعروفة. ده بالنسبة لبيت سيد درويش. بيت سيد درويش البسيط ده كان عبارة عن مدخل وأوضتين وفي حمام مشترك ومطبخ مشترك، بمعنى أصح الناس اللي كانت عايشة فيه كانت ناس بسيطة جدا. ومن المكان ده طلع سيد درويش اللي هو قلب تاريخ الموسيقى العربية واللي كان ظاهرة. طبعا يعني انا قليل ان انا اتكلم عن سيد درويش لان الكل يعني ايه سيد درويش. بالنسبة دي المنطق يعني ده الاثر او يعني ابرز حاجة تخلي اسمكم الدكة ده عالي جدا. من 550 سنة كان البحر هنا، وكان قسيس غلبان قاعد على الهضبة مطرح البيت بتاع يحيى باشا اللي فيه مينيرفا. البيت اللي فيه مينيرفا ده كان بحر سعد زغلول، كان كل ده بحر من 550 سنة. ورجع لحد الحتة اللي ردمها رحمة الله عليه مليون مرة سيدي باشا رحمة الله، هو اللي عمل رصيف البحر من 85 أو 90 سنة. هي محطة أصلها هي سعد بتاع سيد باشا، كانت المينا الشرقية، المينا الشرقية، لأن كان البحر بيطلع بره يغرق الأرض، فتعملوا المينا الشرقية وسموها محطة، لأن كان في قطر مطر صغير كان محط، وقالوا المحطة الرملية لأن كانت الأرض رملة هنا مطرح الترماي دي، كانت الأرض رملة. ده من حوالي 120 سنة 130 سنة، وكان بيجي قطر يلم العمال، قطر صغير. الترماي دي واحد اسمه فيليب الترومان ألماني، هو اللي عمل الترماي دي من حوالي 100 سنة أو 100 وشوية. فيليب الترومان، فيليب ترومل، اتسمت الترماي باسم ترومل، يعني الترماي باسم ترومل. كل حاجة لها أساس في مصر، مش كده هبل لأ. ودي كان قطر سكة حديد كان بيلم العمال زمان، لأن العامل ما كانش يقدر هيروح الرمل في يصرف ايه، يمشي كعادي. كان بيخش على سيوف وعلى الأراضي بتاع بكوس، أراضي كانت كلها أرض زراعية، فكان بيخش في العزب اللي هناك دلوقتي بكوس فيها سرايا عمر توسن جوه شوت، في سرايات وفي سرايات بتاعة أرمل جوه الشوت. كل ده طبعا عايز تفتيش. اسم المنطقة كوم الدكة منطقة شعبية، منطقة جميلة وأهلها ناس كويسين، وحتى إذا حصل تخاصم ولا أي مشاكل بيصالحوا بعضهم ببعضهم يعني، واخد بالك، ومنطقه كلها امان. وفي مساجد بس اولياء الله الصالحين، زي سيدي حذيفه، زي سيدي غشتم، زي سيدي علي البدوي، زي سيدي محرز، زي سيدي اللهم صل على رسول الله سيدي حذيفه، ومسجد سرور ايام الملك فاروق. كان في طابيه في كوم الدكه عند اليوناني اللي هو دلوقتي عملوها السياحه للسواح والبتاع ده، اللي هي بعد مطاف كوم الدكه دي، كانت لمؤاخذه طابيه عاليه، وكانوا بيجوا الانجليز يطلعوا بيها بالعربيه الجيب لمؤاخذه والفسد شغل الانجليز. كانوا بينزلوا هنا لمؤاخذه في الاربعينات والخمسينات يشتروا حاجاتهم وحاجات زي كده، يعني من ضمن البيت ده كان فيه جريج، ورا مننا كان فيه جريج، قدام برضه هتلاقي جريج،
وبالدتة من أولها لآخرها هي منطقة يعني لمؤاخذة كويسة، فيهم مبيين، فيهم صعيدة، فيهم ولاد بلد ومن كانوا مقيمين هنا من زمان واخد بالك، وبسم الله ما شاء الله يعني تنتمي من أول شري وتعترف بكم الدكة، يعني كلنا واحد، أسرة واحد، بتقفل علينا باب واحد من أول شري لغاية آخر المطاف. احنا بنعمله لمؤاخذة ذكر ديني في آخر كل الدكة اللي هو قدام المطافي، ذكر دي الخياشة بتعمل، أما الذكر اللي هو قدام الجماعة الصعيدة كانوا بيعملوه بتاع احتفالات وبتاع بعد منك بشوية عند الكوفير ده اللي اسمه حمدي ولا مش عارف اسمه ايه، خدت بالك؟ يعني هي منطقة شعبية كويسة يعني، وكلنا بنحب بعض. ويش لمؤاخذة طبعا يعني هو زي ما تقول واخد شهرة جامدة بالنسبة لأولاده وعياله ساكنين هو مننا هنا، عندك إيمان البحر درويش برضو بيجي يعدي من هنا بيسلم علينا، عندك نهرة برضو ابن سيد درويش بيجي يسلم علينا وهو معدي، يعني في بقايا من ايه؟ من أولاد أولاده برضو بيجي يسلموا علينا، بالنسبة مش عايزين يسيبوا المنطقة واخدين عليها يعني.